إذن السلام عليكم الإخوة الأخوات، مرحبا بكم معنا من جديد في قناتكم أجمل استفدوا، قناة المعلومة البناءة، دائما في إطار نشر المعلومة. نسأل الله السلامة والعافية. رمضان كريم، اللهم ارفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء في هذا الشهر المبارك. قلوبنا صراحة غير مستقرة، نظرا اللي عمرنا ما شفنا في الحياة أجواء رمضان بهذه الطريقة، بدون أجواء بدون تقاليد. صراحة القلب ليس على اطمئنان كامل كما يقال. نسأل الله السلامة والعافية. اليوم تحدث لكم على مواضيع بزاف، تحدث لكم على إسبانيا وخروج الأطفال إلى الشارع. هذا كان يعني من بين المبشرات ديال الخير، وكذلك تحدث لكم على إسبانيا وعودة العمل إن شاء الله بعد 11 ماي، وكيفية يعني غتكون العمل، وكيف تصبح إسبانيا الحياة، عفوا فرنسا الحياة فيها بعد 11 ماي. كذلك تحدث لكم على إسبانيا وعودة الحياة اللي غتكون إن شاء الله بعد التقرير ديال بيدرو شانسيج والتعليمات اللي عطا. ولكن اليوم جيت نتحدث لكم على واحد الفئه اللي ما نسيناهاش، اللي كتسحب لها نسيناها، هو المهاجر الغير الشرعي. حنا راه ما نسيناهش وعمره ما غادي نساوه. انا كنتحدثوا مواضيع يعني اللي كتكون في مواضيع ما تتعلق بالفيزا والهجره، ولكن المهاجر الشرعي انا بغيت نعطي واحد الرساله من هنا، وكنتمنى يتبارطاج هذا الفيديو. راه ماشي غتقولوا نتوما يعني لو 11 ماي فرنسا غادي تحبس صافي، ما غاديش نبقاو نقولوا اونسومبل بوغ نوتغ ريغولاريزاسيون دي سون بابي، او بيان في الاسبان ماشي من بعد لو 9 ماي فاش غيتصال الحجر الصحي صافي غتحبس لا 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 ديك كيما يقول لك لا ريفولوسيون ديال لي سون بابي. لا، ليطمئن قلبكم، الاسباس ديال الاوروب فوقاش غيتفتحوا بعدا الرحلات غير ديال الاوروب حتى لسبتمبر، حتى سبتمبر لو موا 9 باش يطمئن القلب ديالكم يا حراقة يا مهاجرين غير شرعيين. الاسباس ديال الاوروب الرحلات غتفتح حتى لو موا 9 وشوف تشوف. راه ما كاينش الاقتصاد دابا يحتضر، راه ما زعما تقولوا صافي يعني لو 11 ماي فرنسا ولا لو 9 ماي في اسبانيا صافي غادي يجيبوا الناس يخدموا. لا، شي ما كاينش وما غاديش يكون، لان منظمه الصحه دابا كتقول لفرنسا وكتقول اسبانيا حذاري ثم حذاري بهذه القرارات اللي خديتو. هما قراو خداو القرارات فوق الجهد ديالهم، يعني قال لك ما يمكنناش نحبسوا الحياه اكثر من هكا، يا امراض نفسيه للاطفال والصحه والاقتصاد، يعني كل شيء كيقول لك ما يمكنناش نحبسوا الاقتصاد اكثر هكا. ولكن هذا ماشي كي غادي يجيبوا الناس بولونيا ورومانيا باش يخدموا، بيا غادي يجيبوهم بالمغرب والجزائر باش يخدموا. لا، راه ما غاديش يجيبوا وما عندهمش من غادي يجيبوا. دابا دوك لي سيت لي بارطاجيت معكم ديال الفلاحه mission.wizy.farm وبيان لي ميغران وبيان هذوك لي سيت، راه قال لك غتخدموا في لو موا جوان، لو موا جويي، لو موا اوت، اكتوبر، نوفمبر، يعني راه كاين الخدمه. يعني هذوك لي سيت ديال حقاش هما عارفين بان راه ما غادي تحل الحدود حتى لشهر 9 ولا شهر 10 ولا 11. وانا بالهدف من هذا الفيديو بغيت باش نطمئن لكم قلبكم، راه ماشي دابا كنشوف بزاف لي فيسبوك في لي جروب راه ما بقى والو صافي صافي كيسحب لهم غادي يجي 11 ماي صافي راه غادي يجيبوا الناس مع غتبدا. لا لا لا، راه الحياه غترجع تدريجيا وتقدر ما ترجعش. دابا هما بغاو يديروا تيست راه غيرجعوا للحياه، يحاولوا يرجعوا، ولكن دو تيل فاسون الا رجع المرض راه غيحبسوا عاوتاني، راه كلشي غيدخل وغتنوض الروينه وكذا، الماسك حتى ما يخرج. دابا انا ديما كنقولها ونعاودها بالنسبه للمهاجرين غير الشرعيين، كنقول لهم ديما التأطير والهيكله الجمعيات لا بريسيون، اي متفق معكم لا بريسيون، واحسن حل هو المقاطعه بالعقل، ملي تكون المقاطعه ولكن يكون داك الشيء منظم. والاهم هذا الشيء كامل هو لي بروف، جمعوا لي بروف الله يرحم لكم الوالدين، لي بروف. راه اسبانيا 3 سنين وفرنسا حتى هي 3 سنين، ولكن 24 فيش دو بي شويه صعيبه، 5 سنين 800 لي فيش دو بي. والا كانوا عندك الاولاد راه كاين بارون انفونس سكولاريزي، الا قراو ولدك 3 سنين ولا بنتك عندهم 3 سنين راه يمكن لك دير الورق ونتا عندك 5 سنين تما. راه كيف ما كان الحال راه غتسول وتسول الوضعيه بالتي هي احسن.
علاش غادي نبقاو حنايا لا بريسيون لا بريسيون لا بريسيون تن الا ما جبناهاش ما يمكنش ترونوها. راه عرف معاهم كدويو باش نكونوا عقلاء ونهضروا بالعقل. راه حنا مشينا عندهم، راه حنا تهزينا من هنا ومشينا عندهم، راه ماشي بالسيف عليهم يصاوبوا لنا الورق. سي با ان ديفوار، ماشي ديفوار هذا صاحبي، راه ماشي واجب عليهم يصاوبوا الورق. باش نهضروا بالعقل صاحبي، وانتوما راه منوضين الحملات اي متفق معاكم معاهم كلشي، ولكن انا صاحبي راه خصكم تعرفوا معاهم كدوا. راه شي واحد الا باغي به شي حاجه راه بلاتي احسن، راه حتى حاجه ما كتجيب العكس. واش غنضربوا حتى راه الا نادوا ضربوا معانا راه ما غيعطيونا والو. باغي كيقول لك تمسكن حتى تتمكن، تقدر تقضي غراضك وشوف كيفاش دير. اي لا بريسيون، مع لا بريسيون الضغط كلشي، لا المقاطعه ايه، ولكن باش غنخرجوا نضهروا نضاربوا يعني، وكاع الى يعني اقتضى الحال ورجعت الحياه من بعد سبتمبر وهذاك الشيء لا قدر الله وجابوا ناس، ما حنا اش غنديروا غنموتوا. هذا الشيء ما يمكنش، هذا رجعوا لله كيما يقولوا رجعوا لله، لان هذا الشيء راه باش تهوس بواحد الفكره ديال التسويه راه صعيب، وكل واحد والاحلام ديالو والمتطلبات ديالو. دابا بنادم راه كيشوف التسويه، راه الا ما سواش ما عرفش راسو هو كيقول ودير صاحبي في راسك بالله، راه الا ما سويتش الوضعيه شنو زعما غتموت الحياه غتسالي. ماشي هكاك الحياه، لا شوف اللي جابها الله مرحبا بها، نسال الله السلامه والعافيه. الصحه هي كل شيء، الصحه الصحه الصحه، ويرفع لنا الله هذا الوباء. نحن مع التسويه ensemble pour la régularisation des sans-papiers, ensemble pour régler la situation des sans-papiers, ولكن de telle façon en faire à mesure تكون légal ou logique. ما يمكن لا غنتهوسوا بها لواحد الدرجه اللي اي علاش ما كاينش هيكله. انا ما عرفتش الفيديوهات ديالي ما كيتبارطاجوش، ما عرفتش علاش الهيكله. دابا كاين جمعيات بزاف هيكله هيكلو وتا واحد الا بغيتي تخدم في الفلاحه واخا انت سون بابي غيخدمك بالكونترا وغيخدمك بلي فيش دو بو يخدمك، يعني غتربح شي حاجه. هذا هو اللي كنقول لكم، العز 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 ما تدلوهاش. الله يرحم لكم الوالدين، عزوها. شوف راه عارف انايا لي سون بابي مع عندهم كفاءات وعندهم اوتور وعندهم دي كومبيتونس كي ميريت. ما تحاولوش يعني تقولوا لا راه حنايا جينا هنا، لا بحال هذاك الفيديو ديال اسبانيا اللي كانت لاح، راه زيد زيد لا لا حبس حبس، راه ما يمكنش اصاحبي. او راه الانسان سبحان الله راه تخلقنا بكروش امهاتنا احرار، الاسلام عزنا بالعفه ديالو، والانسان ما يدلش راسو. اللي عطاك الاولى يعطيك الثانيه ويعطيك الثالثه ويعطيك الرابعه ويعطيك ما نعرف شنو، ونعم بالله. هذا كان فيديو توضيحي للناس يعني المهاجرين الغير شرعيين، ويعني زرع الامل فيهم، وما يكونوش يعني ما يكونش تشاؤم بزاف، وما تكونش يعني الهلوسه يلا يلا بارطاجيو راه غادي الا ما سويناش في 11 ماي راه غادي ما غيطرا والو اصحاب الكتماكرون هو اللي غيسوي ولا بيدرو شانسيل. راه داك الشيء كيجي من الفوق، راه خص دراسات وخص هما عارفين داك الشيء. الا كانت غتسوى راه غتسوى، الا ما كانتش غتسوى حاول جمع لي بريف وجمع داك الشيء اللي يعني هما عاطينك دي زادميسيون اكسبسيونيل، حاول تدخل بهم وتخرج باش تقاد الوضعيه. من هنا كنقول لكم رمضان كريم، شكرا بزاف على المتابعه، ما تنساوناش بالدعم ديالكم الاعجاب اذا ما عجبكم المحتوى، بارطاجيو مع خوتنا والحباب ديالنا باش يشوفوا هذا الفيديو ويعني تزرع شويه الامل فيهم. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.